تأتي أهمية قيام هيك نوع من الورشات في هذا الوقت يعني العصيب الذي يمر على سوريا؟ هو عبارة عن مؤشر ودليل على تراكم مؤشرات التعافي في سوريا، خاصة ما بعد ما يقارب 7 سنوات من الحرب يعني الظالمة المفروضة على سوريا. لنقول للجميع، نقول للعالم بأن الشعب السوري شعب يصنع المعجزات، وشعب السوري عازم وقادر على النهوض بسوريا وأخذ سوريا إلى بر الأمان، وشعب السوري مصمم على استعادة كل تفاصيل حياته اليومية مهما كانت صغيرة ومهما كانت بسيطة، والشعب السوري أيضا مصمم على إنهاء الفوضى ومحاربة الفوضى ومكافحة الفوضى والفساد. هذه ورشة العمل تأتي ضمن هذا السياق، يعني موضوع السلام المروري، تأكيد تذكير المواطنين بأهمية المرور وأهمية كل شيء وكل تفصيل صغير في حياتنا، في من الضروري جدا أن يتم التعامل معه بكل يعني مسؤولية كبيرة جدا. فنحاول إحنا هلا ننطلق انطلاقة جديدة صحيحة على أسس علمية لكي نبني الثقافة المرورية الصحيحة، بحيث يكون المواطن واعي ومنتظم ومتقيد بقوانين السير وأنظمة السير لكي يحمي نفسه ويحمي الآخرين المستخدمين للطريق. هي الهدف الندوي باختصار. يعني الإدارات المختصة المرور ولا وزارة الداخلية ولا بعض الوزارات إلى دور كبير فيه، لكن هي القضايا اللي تقوم فيها ما فيها تصل فيها إلا للجمهور عن طريق الإعلام. هي اليوم اللي احنا بنعمل ورشة تعامل مع جميع القائمين من حوادث السير التركيز على دور المجتمع الأهلي، دوره تفعيله، دوره المهم في المجتمع لأنه هو قادر على الوصول للمجتمع. فنحن اليوم نبني رسالتنا في مدعوين من كافة الجهات المعنية بهذه القضايا، والإعلام هو اليوم العمود الأساسي في الورشة راح يكون.